يا حسالة يا رمامة يا زبالة يا خلفة العرة، هو انتوا ايه؟ شايفين امكوا تعبانه يعني احرق دمكوا واطردها بره؟ امشيها خالص؟ لا لا يا ماما، يعني امشيها من البيت خالص؟ لا يا ماما، ونكد عليكوا يا سفله. معلش يا ماما، هدي نفسك هدي نفسك. اسكتي يا شيخه، وانت قلت لك لمي إيه؟ على طول كده على طول، مش كده كمان، ما هم دول ذكوره سفله. اخصى على البطن اللي خلفتكم، معرفتش انا معرفتش ربي. قصر الكلام، انا عايزاكوا في حاجه مهمه. امور يا مبابا. مين الواد الطويل اللي شبه الاعجمي ده؟ مين ده ايه؟ انا زماره ياما، زماره ابني. ومين الواد القصير القصع الواقف ده؟ مش عارفاني، انا اللي كل يوم بديكي 100 جنيه. حلو قوي الكلام ده، مش عاجبني لكن ماشي. اسمعوا بقى، انا مجمعاكوا عشان حاجه مهمه جدا. انا عندي زر في حياتي عايزه اقوله لكم. زر؟ زر ايه ده؟ ايه الزر؟ انا عندي اضرار كتير وعايز اقول لكم وصيتي. يما نامي انت وارتاحي دلوقتي، ولا وصيه ولا حاجه. بيرتاح ايه؟ ما تسيبها تقول. قولي يما وصيتك وبعد كده ارتاحي. حاضر يا نور عين امك. انت مين؟ انا مين ايه؟ انا مين ايه؟ ما تلحقينا بحقنه هوا ولا اي حاجه تفكرها. يما انا عسليه. عسليه ايه؟ انا زماره يما. صدمتني. حقنه هوا لامك؟ يا عين امك يا حبيب امك. ومع ذلك بثق فيك. افتح الدرج. ياه، هفتح الدرج؟ ده انا نفسي افتحه من ابتدائي اعرف ايه. الله اكبر. ايه؟ مفيش حاجه في الدرج ياما. ايه ياما بيقول لك مفيش حاجه في الدرج؟ طبعا مفيش حاجه. انت يا عم زماره شكلها كده بقى عندها زهايمر. فلوسه بتاع اسمع اللي بقول لك عليه. اخرس يا ازعه الازعين، انت وطويل الاهبلين. ايه ده؟ انا برضو اخرسوا يا كلبه. انا متواضع اني بتكلم معاكم. انا عندي اللي خيالكم ما يوصلوش اساسا، هتتنطروا نطره تانية. فين الورقه يا بوبا يا امبابه يا قمر يا جميله يا فله ولا زماره؟ ايوه يا ام. دور تحت المخده في الكيس من جوه. ياه، كان نفسي اعرف ايه اللي تحت المخده. لا بقى. ايه؟ لا بقى، مفيش حاجه يا اما. انت اللي بقول عليك حبيبي، انت اللي ملهوف وانت اللي مزغوف، وانت كل حاجه نفسك تشوفها، كل حاجه نفسك يعني تشوفها. يعني انا مين ده نقطعك؟ خلاص ولا خلاص ولا بطول اهبل انت؟ خلاص بس يلا. اخسى عليكوا، خساره فيكوا والله، خساره فيكوا. حرمان نفسي من كل حاجه حلوه، حتى الاكل والشرب واي حاجه نفسي فيها، عشان اعمل لكم قرش. يا كلاب يا سفله، انا هحكي لكم الحكايه كلها. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا هحكي لكم حكايتي. انا عندي زر كبير قوي. زر؟ طبعا حياتي كلها ازرار. اتفضلي قولي الزر بتاعك. اخرس. الموضوع ما فيه ان انا عايزاكم تملوا البيت ده حواليا بهجه وحب وحنان، ومش هديكم قرش واحد من الوصيه بتاعتي وفلوسي المتلتله دي الا لما تلاقوا اخواتكم. اخواتنا؟ طب ما احنا اخواتنا اهو يا اما. ما تقطعوش حبل افكاري، خلوني اعرف اقول لكم كل اللي جوايا. لاول مره بنقعد القعده دي وبصارحكم. احنا كنا عايشين في الاغراض مع بعض يا ولاد، لازم تعرفوا كل حاجه عن امكم. الحقيقه انا كنت ما حصلتش، انا كنت موزه جامده قوي. كل ما اروح حفله اوعى اتجوز، انشن على احسن واحد فيهم واتجوزه. عيب اللي انت بتقوليه ده ياما. عيب ليه يا حبيبتي؟ بالحلال، امال انا زيك بايره في السن ده ولسه ما اتجوزتيش ولا واحد بلانيله؟ ايه ده ياما؟ يعني انت اتجوزتي كذا واحد؟ على سنه الله ورسوله يا حبيبي. يعني ايه؟ امي طلعت الحاج متولي؟ الحاج متولي جنبي تلميذ. ايه ياما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بس فهمينا. ما انتوا لو تتخرسوا شويه هتخلوني اخلص ذمتي قدام ربنا واحكي لكم حكايتي كلها، انما انتوا مش عايزين. عاملين بولولولو بولولولو في ايه بقى؟ اتفضلي ياما احكي. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في زمان الزمان بنت مزه، انما ايه، ما حصلتش ولا كان زيها اللي كان. كنت كل ما اطلع يا اخويا على المرصح يا اختي رجاله تترمى كده وكده وكده وكده، بس انا كنت نشر على الواحد اللي هو المقرش واروح جايباه متجوزاه والعصمه في ايدي. امال ايه؟ اقشطه واخلف منه عيل، اسيب له العيل وامشي. انما اسمع بقى يا واد انت وهو وانت كمان، انا مش هطلع مليم احمر من الورث اللي انا كاتباه لكم الا لما تجمعوا اخواتكم كلهم وتريحوا قلبي، والزر كله
عند نعمان المحامي. نعمان المحامي؟ أنا بقيت غنية حارة يا فقيرة، أنا أغنى واحد في الحارة دي، أنا ورثت يا حارة يا عم ظريفة معفن. وادي يا دفاها، قول يا واد لكل اللي متهدين ومتغاضين، اللي يورث زينا يصرف قدنا. الكلام لك يا أم عادل يا أنو، سامعة ولا مش سامعة؟ وعلى رأي المثل يا مفرقين السبوع أنا ما خدتش. ورثنا موتوني بالحياه، موتوني بالحياه. ايه امي كمان؟ ليه موتوني؟ دفنتوني بالحياه يا كلاب يا عدمات الضمير. والله ورحمه ابويا ما انتوا شايفين مني نكله حمراء. معلش معلش يا اخويا، معلش. يا لهوي يا لهوي اخويا يا ابني. في ايه؟ انا مش سامع حاجه، انا مش سامع حاجه. هو انت مش سامع ولا مش شايف؟ انا ما بقتش شايف. انا سامع ولا لا؟ تعالى بس اقعد. تعالى ايه؟ اقعد. يبقى انا سامع. اقعد. طيب الكنبه فين؟ يبقى انا مش شايف. اقعد بقى. مش عارف انا شايف ولا مش شايف. معلش يا برضه افراح اللي امك عملته ده. معلش يا اخويا، انا ما رضيتش اتغاب عليها عشان ست كبيره. ايه؟ وتمد ايدك على امك زماره. وامد ايد على امك انت كمان عسل. ايه؟ وتمد ايدك على امي برضه زماره. ما هي امي، هي امك بقى. اسكت انت كمان. ما انت برضه مالكش حق. الست اغمى عليها برضه تعمل الفيلم ده كله برضه زماره. ايوه يا اخويا، ما انت بتحملها عشان امك. يا ابني ما برضه امك. ما امك انت كمان. ما امك يا اهبل. انا بقيت شاكك في كل حاجه، ما بقيتش عارف هي امي ولا مش امي، وانتوا اخواتي ولا مش اخواتي. بقول لك ايه يا افراح؟ ايه؟ احنا لازم نعمل تحليل السي ان ايه لابوكي عشان نتاكد هو ابونا ولا مش ابونا. تفهم من بقى. مش عليا. انا مش قادر. ايه يا اخويا؟ انا عايز فرخه مشويه. لا يا حبيبي ما استقبلش، ما الفراخ غاليه. خلاص عايز بلح باللبن. يا ابني احنا في رمضان. بقول لك ايه، ما استقبلش. سيبك من الفيلم انت بتعمله ده. انا تعبان يا جدعان. معلش. مش متخيل الثروه اللي عند امنا دي قد ايه؟ دي تحويشه 30 سنه. احنا نروح للاستاذ نعمان فركس ده وهو قال لنا كل حاجه. مين؟ المحامي. المحامي. ايوه لازم نروح له، احنا لازم نعرف راسنا من رجلينا. ايه ده؟ هرشي يعني هو انت مش هتيجي تاني يا ابو افراح؟ ليه يا واد بتقول كده؟ حاجه ان شاء الله. انا بس ادور على اخواتي والاقيهم ونرجع ونورث ونجدد المحل ده ونعمل محل تاني. يا واد دي هتفرج. يعني بس هتشتيني تطك تطك؟ انا بقول لك ورث واجدد المحل تقول لي تطك؟ ماله التط؟ انا زمره اداره، مفيش ولا حاره ما تعرفنيش، واخد دبلوم تجاره وسره ويره ما قدرنيش. انا 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 ايه حاج؟ صباح الفل بتشد. واحلى كوبايه عناب ما تنزلش غير للاحباب، تحيه من القهوه لابو الصحاب. الله يا ولعه، دي تأليف انوى يا واجد. تأليف يا نجم. دي حلوه قوي ولعه. وفيها ال ايه دي؟ ده اللي احنا بندور عليها ولعه. ولقيتها يا نجم؟ لقيتها في كلامك. احلى كوبايه عناب عناب تنزلش غير للصحاب. للصحاب. احلى كوبايه عناب عناب تنزلش غير للصحاب. الصحاب. هات لي لب من العذاب، قلبي دب قلبي دم من العذاب. يا سمرة انا حبك قوي يا سم. ايه ده؟ ايه ده صحيح عليك؟ الأغنية دي قديمة أوي. ده كلامي يا نجم. لا كلام أنا، مين اللي قايله؟ أنت. يبقى كلامي ولا مش كلامي؟ كلامك يا نجم. توارد أفكار، وبعدين الكلام بيروح ويجي ويلعب. يروح ويجي فين؟ الكلام راح. راح. هيجي. تصدق. مش تبارك لي؟ على إيه بالظبط يا نجم؟ ولازم نبارك لبعض على حاجة؟ في يا جدعان ما تصفوا النية، ما تديني مبروك وخلصنا. مبروك يا نجم. على إيه بقى؟ اقعد ويلعب. قعدت. طبعًا العناب ده على حسابك. تحية من القهوة. طب تشرب حاجة تاني على حسابك؟ انت لو شربت حاجة هتقوم انت اللي تجيبها. حلوة حبيبة ولع. لا ولا ولع. اوبر يا نجم. مفيش حد جوه؟ لا طبعاً مفيش حد جوه. يبقى نجيلهم وقت تاني؟ لا. حبيبة ولع. بقول لك يا ولع. اوبر يا نجم. هي القهوة دي بالميت كده. تعمل لها كم متر؟ بالبروز والمناور تعمل لها بتاع حوالي 200 متر. يعني كام كيلو؟ احنا بنوزن النجم بالمتر. هو المتر غير الكيلو؟ ايوه. بص يا ولع بقى، احنا هنشيل اليافطه دي.
ونكتب زماره يا حاره، وهنشيل العربيه اللي هناك دي خالص. دي الثلاجه يا نجم. شفت مش واضحه ازاي؟ يبقى لازم نغيرها. عندك حق. هنشيل الثلاجه ونشيل النصبه. النصبه دي لازم تتشال خالص. طب هنشيل كل ده ليه يا نجم؟ هنشيله الوقت عوزه. يا اخي لو عوزت تقول لي، ما انا هشيله عندي في البيت. انا عايز اغير ملامح القهوه دي كلها. صح يا نجم. اخلي هنا كل الواجهه فوسفوري. عارف الفوسفوري؟ عارفه الفوسفوري. فوسفوري، تخش تلاقي نفسك فوسفوري في القهوه. اه لوحدك. اسمع ولع. اتفضل يا نجم. انا بس عايز اسال سؤال بعد اذنك يا نجم. ليه بقى كل الاسئله دي؟ عشان يبقى في اجوبه. قال لي ايه؟ مش السؤال بياخد اجابه؟ اه. سؤال لا. صح يا نجم. شوف ولع. روح قول للمعلم بتاعك زماره قرر يشتري الحاره، وهبدا بالقهوه المعفنه بتاعتكو دي. يبقى فوري جت علينا. واد يا حموكشه. ايوه يا معلمي. زماره يا نجم يا كبير، يا نجم الحاره كلها. احلى سندوتشات جبده وسجق لابو الاحباب. تحيه من عربيه الكبده لابو الصحاب. الله. هو الكلام ده ملوش اهل ولا ايه؟ الكلام ده كلماتي. كلماتك ازاي؟ ما كان كلام ولع من شويه وكان كلامي من شويه. يبقى ولع سرقها مني. خلاص يا عم ظريف، اهم حاجه بنسرق من بعض جوه بعض. سيبك من السرقه والحاجات دي، سندوتشات كبده وسجق. الكبده دي بقى من المجزر على عربيه الكبده على بقك على طول. ايه القرف ده؟ لا صبحه ذبح النهارده. ويا ترى ايه نوع الحيوان يا عم ظريف؟ لا انا ما اعرفش، انا بشتري الكبده وبس. لا والله. ماشي يا عم ظريف. ومن امتى بقى الحب والدلع والنجوميه دي؟ اقول لك على اللي انت ما تعرفوش. الواد حبيب بيحبك قوي. انا دخلت الاوضه بتاعته لقيته عامل بوستر ليك بعرض الحيطه كلها. حبيبي حبيبي. قمت سرق البوستر وحطه في الاوضه بتاعتي. ليه الظرف ده يا عم ظريف؟ ما هو جيب الليل خد البوستر وقام سرقه وحطه في الاوضه بتاعته. حقه. قمت انا جاي بالليل خد البوستر وعلقته في الصاب. حلو. واتخانقنا مع بعض. اه. رحنا عاملين ايه بقى؟ قسمنا البوستر نصين، هو خد الوش وانا خدت الرجلين. اه يعني انا متقطع عندكم في البيت؟ بالحب بالحب يا نجم. والله الواد حبيب ده صعبان عليا. خساره فيك. ليه؟ مش طالع له. ليه مسميه حبيب؟ حبيب ظريف؟ ايه حبيب ظريف الروح بالروح؟ لا جدي ما اسموش الروح بالروح، اسمه جميل لطيف. حبيب ظريف جميل لطيف؟ اه ده ينفع مطلع والله. والله حبيب ظريف جميل لطيف. حبيب ظريف. اه جميل. كفايه ظرف قوي لحد كده يا عم ظريف. اتفضل انت وخد الكبده دي. مش هاكلها. مش هتاكل الكبده؟ ما بقتش باكل حاجات محرمه. عليك يا عم ظريف. يا حاره معفنه، كلكم بقيتوا بتحترموني دلوقتي كذابين ومنافقين. عليك يا عم ظريف. عليك يا ولع. عليك يا حاج. اشتركوا الان في قناه شوف الدراما الثالثه ليصلكم كل جديد.